السلام عليكم خوتي خواتاتي الكرام، تبارك الله عليكم وراكم عزاز وحلاوة، ولكم عزاز وغالين. واحد لي لايك، انما ادخل لي لايك الا كتحب مول سلوي. المهم انا كنحبكم، هذه هي الحقيقه في الدقيقه. واليوم بغيتو تعرفوني علاش جيت نقدم واحد الميساج لواحد السيد. انا جيت على اب منعم محمد شي بعد الكلمات، وانا عارفهم هذا الفيديو، عارفكم هذا الفيديو، عاد بارطاجيوه لهاد الناس، بارطاجيو هذا الفيديو لمحمد بوت منعيش، وبارطاجيو هذا الفيديو لمنعيش. شوفوا خوتي الخواتاتي الكرام، سمعوني مزيان، سمعني يا منعيش، سمعني سمعني مزيان، وسمعني يا سي محمد باه، سمعني سمعوني مزيان، سمعني يا اب منعيم اب منعيش، وسمعني يا منعيش، سمعوني مزيان خوتي خواتاتي الكرام. دابا سيدي محمد دوز واحد المعاناة، وكان تخاصم معاه الابن ديالو هو منعيش، ومشات المسيرة نقول ما ربما لا واحد العام، والله أعلم واش هي عام واش هي أكثر، ما علينا ياك. وجا واحد النهار وجات خديجة تورينو كونجي في الصيف ديالها، في الصيف جات كونجي ياك، وناد واحد الدري تاور لي كنشكرو تاور بين دري زوين، هابين دري زوين توا، هذاك الزرواله ولا سميتو ولا مول الخاميه اللي كيسكن في مكناس، باين توا واحد الدري مزيان. عيط لخديجه قال ليها بالله اجي عندنا باش نشوف شنو غنديرو. هو قال لي اجي عندنا بالله، على حساب ديك المراه مرت مول الخاميه كتحب خديجه طولين وبغات تشوفها. مهم علينا، خديجه كانت مزرومه وجات جات جات في واحد الوقيته اللي خديجه بغات تمشي بحال الطاليان ياك. ولكن جا واحد النهار قصير كانت خديجه بغات تمشي، واحد شويه هو يعيط لها مول الخاميه قال لي راه انا عنطرك بوت منعيش وعنديه معايا ونجيو. خديجه قالت لي الباب مفتوح، مرحبا بكم السيدي سليمان. مهم علينا، مشاو داز مول الخاميه، هز السيد مشاو لسيدي سليمان، مشاو لسيدي سليمان. خديجه رحبات بهم دار كبيره، شرفتهم، طلت فيهم. مهم دازت دارت واحد اللايف جميل وجميل جدا، دعمت بوت منعيم، كانت بغات تصاوب لي قناه، عيطت واحد السيده اللي هي الحاجه تورينو الله يطول لنا في العمر ديالها، لا مسكينه هي قد منا ولا قد جدانا، كانت عندها واحد القناه عندها، قالت ليها عيطت لخديجه دوزت ليها القناه، قالت ليها هذه القناه لا كنعطيها لمحمد بوت منعيم. ما علينا، الخير ملي كيجي كيجي في مره، هذه معروفه عد فهمتي، معروفه عندنا هذه القضيه. ما علينا، صاوبت لي القناه، مهم عطاتو للقناه ريقلتها العيبات كذا من هنا، صافي جاب حالاتو، جاب حالاتو. من تما بداو الحروبات، علاش سيدي انت علاش خديجه كدير انتيا هاد الدعم مع، ومني انا نيت، مني انا قلتها، هو قال هدو علينا وجو علينا، مني انا خرجت في فيديو، ها هو باقي عندي، خرجت في فيديو قلت لخديجه علاش داك ملي كتبغي تدعمي شي واحد بالطريقه ديالك، الا بغيتي شي واحد طلعي ليه القناه ديالو بالطريقه ديالك عاد طلعيه، ما بغيتيش بغيتي غير تدوزي عاد دوزي، قلتها في الفيديو، قلتها ولا ما قلتهاش؟ ايوا قلتها، ايوا انا شوف انا صادق مع راسي، انا الا قلت لك ما قلت شي حاجه لا غير شي حاجه، ديكوردي ديكوردي ديكوردي، نيشان نيشان
مهم علينا خديجة عزيزة وغالية وهذيك الأخت ديالي أنا هذيك، نقول ولا ما نقولش هذيك أختي أنا هذيك باش نكونوا، أنا لا قلتها الحقيقة، مهم علينا حيد عليا فهمتي، مهم حنا داوين على بوت محمد بوت منعم. تصاوبت لي اللعيبات ديالو القناة، بداو خدامين على القناة ديالو، القناة قابلتها الابنة ديال محمد خت منعيش، قابلت لي القناة ديالو، راه بقى لحد الان مهم، راه غادية مزيان، غادية بخير وعلى خير. انا واحد الميساج اخوتي لمن كنقدمو، انا كنشوف هاد منعيش ومنعيش، سمعني سمعني سمعني، علاش كتخلي واحد اخر كيجي عند باك وكيدير فيديو من الخيمه ديالك من عند باك وكيقول لك ام افلان منعيش اجي عند باك انا كاين في الخيمه، وما ربما انت منعيش تقدر تكون احسن منه، هو كيقول حتى بسم الله، واش فهمتوني؟ هذيك ما كتسحبوها اللي كيمشي لبرا واللي كيمشي لهادي، لا شوفوا انا ما كنجمع حتى شي واحد، شوف باش نهضروا نيشان. منعيم منعيش كيبان ليا، كتبان ليا منعيش انت، لا ماشي هو هذاك انت، اما مريض عندك شي مشكل، واكل شي صنداله، واكل شي صباط، واكل شي حاجه، بعد كدير هاد الفعيل ومخليها صاحبي باش انت تدعم باك، انت تخدم مع باك في هذيك القناه اللي عندك، هذيك القناه اللي عندك تاكل وتوكل، شي هذيك القناه اللي عندك هذيك تخدم عليها، خلي باك ابار خدم عليها غير انت، وتعيش تعيش منها انت، شي انت اللي كنتي مريقل هذيك القناه تعيش منها انت وتعيش من باك، ماشي تعيش منها وحدين اخرين، واش فهمتيني؟ ماشي تعيش منها وحدين اخرين، هذه القناه تعيش من باك بلا ما هو بلا ما يدير قناه، بلا ما يدير لا قناه لا والو، وزيدوا من هذا الشيء كامل. انا غنوصل لك واحد الميساج، سير غير شوف باك، ما تخليش واحد اخر ما كيعرفش ما كيقولش بسم الله ويجي يدير لك الفيديو من الخيمه ديال باك ويقول لك ها منعيش اجي تشوف باك، انا راني في الخيمه، فهمتيني؟ باش ديك الساعة يكون، باش مثلا بحال اختك كتصور، كتصور في القناة ديال باك، وكتصور في واحد اخر براني، علاش انت ما تكونش تم وتصور، وتكون تما واللي يبغى يجي ديك الساعة راه غادي يجي عندك، وتكون انت راجل واللي يبغى يجي عند باك الا ما عيطش عليك انت ما يدخلش لدارك. انا والله القسم، شوف راه يكون مثلا هذا المشكل يكون عندي انا، سمعوني اخوتي، هذا المشكل يكون عندي انا، يكون عندي هذا المشكل، وبو تكون عنده قناه ويعيط لي شي واحد يقول لي يبغي نجي نصور معك، الا ما كنتش انا حاضر ما يدخلش للدار، علاش؟ مول سلوقي خلاقيت راجل نموت راجل باش مكان بالحروبات، باش مكان خلاقيت راجل نموت راجل، سمع واش المغرب ولا لا كيأذن، سمع سمعتو المغرب، سمعتو آخر الكلام، لا إله إلا الله محمد رسول الله، آخر الكلام. الفيديو الجاي الله يعاونكم.